مرحبا، اسمي جود عودة، أنا مؤسسة جي وحجابز. من أول ما تحجبت حبيت إنه يكون في أشياء جديدة وغريبة مش موجودة في السوق، فحبيت أعمل هاي الكولكشن عشان يصير الحجاب مش إشي ثانوي باللبسة، يصير إشي هو الرئيسي وممكن نبني عليه كل اللبسة، ويساعد ويشجع الناس إنه الحجاب يكون إشي حلو ومش إشي عائق على الناس كيف إنه ينلبس. فحبيت أساعد الصبايا إنه يلاقوا هاي الأشياء الجديدة والغريبة موجودين عندي دايماً، وممكن تساعدهم إنه يعملوا اللبسة أحلى وأرتب. تيجيني الإنسبريشن من الطبيعة، من الحشرات الصغيرة الملونة، من الورد الملون. حبيت هاي الأشياء أعكسها على الحجاب، أحطها سواء كانت زي ما هي على الحجاب أو مثلاً أحطها مع تل وأضيف لها أشياء تانية تخلي الحجاب يطلع أحلى ويبرز أكتر مع اللبسة اللي بتلبسها الصبية. دايماً بحب أشوف إيش الموضة هلأ بتواكب وإيش في أشياء جديدة ممكن أنا أعكسها على حجاب، حتى لما الناس تفكر إنه هذا الإشي ممكن ما ينلبس على حجاب، بس أنا بسهولة بلاقي له طريقة إنه أقدر أضيفه على الحجاب يخلي اللبسة تصير أحلى، وبنفس الوقت إنه الحجاب هذا يكون مع هذا العصر ماشي ومش عكسه. أنا يجولي بستخدم الألوان الفاتحة من الحجاب اللي هم الأبيض، البيجيات والزهري الفاتح، لأن هدول اللي صاروا يلبقوا هلأ أكتر إشي وأكتر إشي الناس عم تلبسهم. وأنا بستخدم الماتيريال تبعت القطن والجرسي اللي هو ناعم زي الزبدة بسموه، بعدين منخيطهم، ولما يرجعوا آخر إشي بحط عليهم الأكسسوريز سواء كانت مثلاً تسلز، الباتشز، الوردات، الحشرات الصغيرة الملونة اللي أوريدي حكيت عنهم. كل هدول بضيفهم أنا ممكن على يا أما الحجاب نفسه أو على التل اللي أنا أوريدي حطيتها خيطتها على هذا الحجاب كإضافة له. بعرف إنه العروس تتغلب يوم عرسها تلاقي الحجاب المناسب، فحابة بالكولكشن الجديدة تبعتي أقدم لها آيتمز ممكن تبرز جمالها وتميزها يوم العرس.